بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقة أن الآيات اللي قرأت من سورة الحديد، جزاه الله خير وقارئنا وصوته الجميل، تجعل الإنسان يتأمل ويتدبر فيها كثيرا. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية هذه ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، فعاتبنا الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، إذا كان الصحابة خير البشر واختارهم الله سبحانه وتعالى من بين الناس كلهم 4 سنوات إسلام، فنزلت هذه الآية تعاتبهم عتاب. قال: ألم يأني، فما في عتاب شديد ولا في سب، ولكنه عتاب يسير لخشوعهم فيها. وقال ابن عمر رضي الله عنه حينما نزلت الآية، قال: نعم، لقد آن، لقد آن. في تكملة الآية قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فقست قلوبهم. ثم بين في الآية التي بعدها أن الأرض تكون يبس. يعني بعض الناس، يعني معليش اسمحوا لي بالتشبيه، بعض البشر يعني لو جيت تتعامل معه في تعامل أو في كلام تجد في قسوة وفي حدة، يقول: يا أخي أنت قلبك زي الحجر. يعني تشبه هذا الإنسان بالحجر. والله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء الأشخاص، يبين الله سبحانه وتعالى أن الأرض تنزل. يعني معليش الآن لو يطلع واحد منا والإخوان ويروح يسقي أرض يبيها تنبت، يمكن ما تنبت ولا لا، الأصل أنها ما تنبت، لكن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثال في الأرض، الأرض الجذبة هذه التراب. قال الله سبحانه وتعالى: الله يحيي الأرض بعد موتها فكذلك قلوب البشر. تلين من القرآن. والله سبحانه وتعالى عاتب الصحابة بعد 4 سنوات، فما بالك بقلوبنا نحن وأنتم. ولهذا وإن كان في الحديث فيه ضعف شوي، لما قال واحد من الصحابة يسلم عمر، قال: لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. لا إله إلا الله. ثم أسلم عمر بن الخطاب وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولم التخفي يا رسول الله، فنعلن إسلامنا. هذا الرجل اللي كان شديد عداء للإسلام أسلم ثم قوي به الإسلام. ولهذا لا تيأس مع أي إنسان. ولهذا يا أخوان، يعني مع في قضية عامة لدى الناس، تقول فلان ما شاء الله، يعني شو معناه؟ كان مغنيا أو كان مطربا أو كان مرتكبا للمحرمات وواقعا في جميع الأصناف من الحرام، ثم يفتح الله على قلبه وتجده داعية. يعني أنا أذكر فيه مغني بريطاني مشهور اسمه يوسف، نسيت اسمه الآن، اسمه يوسف كارس ستيفنز، ثم أسلم. كان مغني وكان الناس يحضرون في، ثم أسلم والآن يسلم على يديه آلاف، ما شاء الله تبارك. فلا يأس مع أحد أبد، مع أخوك، مع جارك، مع صديقك، مع أي إنسان لا تيأس معه. والله في القرآن ما يدل على أن اليأس لا يوجد عند المسلم، والحمد لله رب العالمين. أنا أكتفي بهالإلماح البسيطة، والآيات مليئة والإخوة موجودين، الله ينفع بالجميع، وأسأل الله أن يلين قلوبنا للقرآن ويجعلها طائعة له سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير أبو محمد ويكتب أجرك في وجهك. بارك الله فيك يا شيخ، وكلام جميل، الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا. حول هذه الآية تحضرني قصة الفضيل بن عياض رحمه الله. هذه الآية أثرت عليه حتى تاب. طيب، كان لصا وقاطع طريق، كان يقطع الطريق قبل هدايته، وسبحان الله. ف يعني باختصار نختصر لكم قصة، كان له صاحبة فأراد أن يتسور الجدار عليها، وكان لها جار صالح هذه المرأة، فسمع هذا الجار يتلو هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: بلى آن، بلى آن، بلى آن. ثم رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى، وأصبح من العباد والعلماء الأخيار. بارك الله، جزاك الله خير أبو عبيد، الله يطول بعمرك. تفضل أبو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما